بسم الله والابن والروح القدس الآه الواحد امين. النهارده حصه جديده من حصص الحان مرضات اسبوع الالام والجمعه العظيمه. اخذنا قبل كده سوكتة تيجوم في حصه، وكنا طبعا خدنا المزمور الادريبي لحن كيبرتو والتركيب بتاعه، وخدنا الحصه اللي فاتت مقدمه وختام الطرح خلال اسبوع الالام. والنهاردة إن شاء الله هناخد حاجة برضو خفيفة كده من ألحان الجمعة العظيمة. إحنا عارفين إن الجمعة العظيمة زي ما قلنا بتكون سواعي نهارية، وبيضاف عليها ساعة ستة اللي هي الساعة 12، ولكن أكبر ساعتين موجودين في الجمعة العظيمة هي الساعة 6 والساعة 9، لأن بيضاف حاجات غير الترتيب المعتاد في سواعي البسخة، لأن بيكون هناك في بولس بيكون في قطع لكل ساعة من الساعة 6 والساعة 9، في قطع نفس القطع اللي بتتقال في الأجبية في صلوات الساعة 6 وصلوات الساعة 9 بتتقال برضو في الجمعة العظيمة. فصلاة الساعة 6 وصلاة الساعة 9 هم أكبر ساعتين في الجمعة العظيمة، والحاجة اللي بتضاف عليهم زي ما قلنا هي القطع. ولكن القطع كمان مش بتتقال كده بس، ولكن بيكون ليها مرد بيتقال في الأول وبيتكرر بعد كده في أول القطع، وبعد كده بيترجم للعربي لما بنترجم القطع باللغة العربية. خلينا نتعرف عليه، هو سهل جدا، هناخده النهاردة بالقبطي وبالعربي. القطع دي بتتقال بعد قراءة البولس. بعد قراءة البولس بنقول القطع. قطع الساعة 6 بتقول المرد بتاعها: يا من في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرأ عليها آدم في الفردوس، مز الكتاب يد خطايانا أيها المسيح إلهنا وخلصنا. القبط بتاعها أوفيت خنبي إيهوؤو، أوفيت خنبي إيهوؤو إماسو، خانف ناف ان اجبسو، افتي افتي ناك اخون ابستافروس، اذفا اف نوفي اطف ارتو المانيروف، ان جي ادام خن بي برادي سوس، فوخن باس خن جي جنتين النوفي، وبخريستوس بن نوتي اووه نهمي. نقرا تاني: وفيت خن بي اهو او اما سو، وفيت خن بي اهو اما سو، يا من في اليوم السادس، خان في ناغن اجبسو وفي وقت الساعة السادسة، افتي افتي ناك اخون ابستافروس، سمرت على الصليب، اثفا اف نوتي اطف ارتو المان ايروف، من اجل الخطية التي تجرأ ان جي ادام خن بي باراديسوس عليها ادم في الفردوس، فوخم بإسخن جيك مز الكتاب يد انتين النوفي خطايانا، وبخريستوس أيها المسيح بالنوتي إلهنا أووه نهمين وخلصنا. اسمع كده الطريقة: وفيت خن بي اهو اماسو، خانف نافن أجبسو، أفتي أفتي ناكخن إبستافروس. نجزأ الحتة الأولانية دي: أوفيت أوفيت خن بي اهو اماسو. هقولها تاني: اوفيت اوفيت خن بي اهو اماسو، اوفيت خن بي اهو إماسو، خنف نافن أجبسو،
خانف نافن أجبسو أوفيت خن بيهو إماسو خانف نافن أجبسو أفتي أفتي ناكخن إبس طاغروس خانف نافن أجبسو أفتي أفتي ناكخن إبس طاغروس. يبقى التطويلة هنا استافروس استافروس اث في اف نو في اتف ارتول مانيروف استافروس اث في اف نوتي اطف ارتو المانيروف انجي اضم خن بي باراديسوس. يبقى التطويل في استافروس وباراديسوس، وبرضه في العربي هيكون كده في كلمة الصليب وكلمة الفردوس. نقول من الأول الجزء ده، اسمع مني تاني. يبقى احنا بنبدأ الأول الشمامسة تقول، وبعد كده الكاهن أو الخرس التاني يرد علينا، وبعد كده نقول القطع، وبعد كل قطعة بيتقال زكسابة تري وكانين. أم فيت خن بي إهو إماسو خنف نافن أجبسو أفتي أفتي ناكخن إبس طاغروس إثفي إفنو في إطف إرتو المانيروف إنجي أضم خن بيبارا ديسوس فوخن بيأس خن جيجن تنين نوفي فوخم بإسخن جيك، جيك اللي هي اليد، انتين النوفي. فوخم بإسخن جيجن تين النوفي أو بإخرستوس بنوتي أو نهمين. وآخر حاجة الختام في كلمة نهمين. يبقى الثلاثة اللي بطول فيهم استافروس وبراديسوس ونهمين. هقولها تاني، قول معايا. أوفيت خن بي إهو إماسو خنف نافن أجبسو أفتي أفتي ناكخن إبس طاغروس إثفي إفنوفي إطف إرتو المانيروف إنجي أضم خن بي باراديسوس فوخن بي إسخن جيجن ت
أبي أخرستوس بنوتي أوه نهمين. وبعد كل قطعة هنقول الأول دوك سباتري زوك سباتري كأيو كأجيو هنقولها تاني ذوق سباتري ك كيف يا تطويلة ك ايو وزيها ك اجيو بنفماتي. والقطعة اللي بعدها نقول كنين، وبعدين القطعة اللي بعدها كنين تاني، وبعد كده نقول زوج سبا تري، نفس الطريقة في الرد على القطع في الأجبية. لما بندخل في أيها الملك السمائي بندخل برضو نرد زوج سبا تري، وبعد كده كنين وكنين، وبعد كده بنترجم القطع للغة العربية، وساعتها بنقول المرد بالإيه؟ بالعربي. كنين كأي كأستوسي أوناستوني أونون آمين. هقوله تاني كانين كأي كأستوسي أوناستوني أونون بعد كده بنترجم القطع للغة العربية. يا من في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة سمرت على الجزء ده تاني. اسمع يا من في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة سمرت على صليب. يبقى نفس التطويلة اللي في كلمة استفروس. هقول آخر مرة وأكمل يا من في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة سمرت على صليب من أجل الخطية التي تجرأ عليها آدم في الفردوس. من أجل الخطية التي تجرأ عليها آدم في الفردوس مز الكتاب. وبعض الكتب مكتوب فيها خز كتاب يد خطايانا، الكتب القديمة مكتوب فيها خز كتاب يد خطايانا. خز الكتاب يد خطايانا أيها المسيح إلهنا وخالصنا خذ الكتاب يد خطايانا أيها المسيح إلهنا وخالصنا
على بعضها بقى، اسمع مني. يا من في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة سمرت على من أجل الخطية التي تجرأ عليها آدم في الفردوس. خص الكتاب يدي خطايانا أيها المسيح إلهنا وخلصنا. المجد للآب والإب والروح القدوس. ده طبعا برضو في زوكسابا تري لما بنوصل لها المرات بنقوله بالعربي، ما بنقولش تاني بالقبط، يعني زوكسابا تري بنقولها بالعربي. المجد للآب والإب والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. آمين. يبقى كده القطعة بالقبطي وبالعربي والمردات اللي عليها هنقولها مرة واحدة كلها بالقبطي وبالعربي عشان نراجعها في آخر الحصة. راجع معايا. أوفيت خن بيهو إماسو. شوف إماسو دي إماسو إماسو تاني. أوفيت خن بيهو إماسو خنف نافن أجبسو أفتي أفتي ناكخن إبس طاوروس إثبي إفنوفي إطاف إرتو المانيروف إن جاء آدم خن بيباراديسوس فو خن بيس خن جيجن تنن نوفي أو بخريستوس بنوتي أوه نهمين زوك سبتري كأيو كأجيو بنيف ماتي كنين كأي كأستوسي أوناستوني أونون آمين. بالعربي. يا من في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرأ علي
عليها آدم في الفردوس. مع الكتاب يدي خطايانا، أيها المسيح إلهنا وخلصنا. المجد للآب والابن والروح القدوس، الآن وكل أوان وإلى دار الدهور. شكرا. وبكده ان احنا نكون اخذنا مرد قطع الساعة السادسة، وان شاء الله الحصة الجاية ناخد مرد قطع الساعة التاسعة. شكرا، واشوفكم الحصة الجاية ان شاء الله.